الهدف من هذه الوقفة التضامنية هو الإعلان أولا عن الاستنكار ديالنا لهذه الجريمة البشعة لا إنسانية والحقيرة اللي مشات ضحيتها سائحتين شابتين في مقتبل العمر أجنبيتين من النرويج ومن الدنمارك. فبداية الوقفة الآن أمام سفارة النرويج، تليها وقفة ثانية أمام سفارة الدنمارك. نحن نستنكر كل مظاهر العنف، كل مظاهر الإجرام، كل مظاهر الإرهاب، سواء كان المستهدف أجنبي أو مغربي، الأمر سيان عند المغاربة. فهذا هو الهدف الأساسي، لأننا نحن بلد سلم، بلد تسامح، بلد تعايش مع الأديان، بلد الانفتاح أيضا على الآخر، الانفتاح على الأجانب. تنعتذروا لهاد الناس هادو، وأنا جيت من مدينة مكناس باش نواسي ولو عن بعد، نواسي العائلتين ونواسي الشعب الدنماركي والشعب النرويجي على هذا الحدث هذا اللي هو زعما أثر فينا بزاف ودرنا بزاف، وكنتمناو من الله ياخذ فيهم الحق يعني، وهذا الشيء ياخذ واحد المسار واحد اخر، لان احنا بلدنا ما عرفناش هذا الشيء، لان دمروا شعب يعني، دمروا عائله ودمروا دولتين ودمروا الشعب المغربي. تعازينا الحاره لعائله الضحيتين، تعازينا الحاره للشعبين النرويجي والدنماركي، نقول كفى للارهاب، ونقول كذلك بان هذه الجريمه تضع الدولة المغربية وتضع جميع الأحزاب السياسية وجميع المجتمع المدني أمام مسؤولياته، لأن استهدفت شباب في منطقة معزولة، في منطقة مهمشة، شباب جاهل، شباب أمي، استغلت فيه الجانب الديني، وهذا هو الخطير. ما قام به هؤلاء المجرمون لا تسامح معه. اليوم ماشي أمام، نحن لسنا أمامنا جريمة بسيطة، نحن أمام إرهاب منظم مسانا كاملين كمغاربة. اليوم أيضا خصنا نوقف وقفة شجاعة وجريئة وبعقلانية من أجل تجفيف منابع الإرهاب في بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.